يعطيك العافيه. الله يعافي قلبي. خود غسل وريح لي حالك، نجيب لك احلى زبديه رز بحليب. اكيد اختك بعتت الرز بحليب ما؟ لا والله انا سويتها بايدي، شنو مش هي الحلو كثير كثير. كان صارك راشد شو كان عم يساوي على الباب؟ ما بده شيء، كان عم يقول لي انه اختي بدان يروح لعندها، قلت له والله مالي حسناني. فوت انت ريح لجيب لك زبديه رز بحليب يلا. كنتي بالمطبخ؟ شو عم تساوي؟ عم جهز لك الطبخة. بس انت ليش جاي بكير؟ اللي عم تساليني ليش جاي بكير؟ لك انا ايمتى ما بدي بروح وايمتى ما بدي بيجي؟ لك شو بك، روق روق والله مال قصد، بس فكرتك جاي تاخذ شيء نسيانه يعني. لا مالي نسيان شيء. طيب خلص روق روق. تعي لهون. شو في؟ مين كان عنا؟ ما حدا. ما حدا ما؟ لا. يلا روحي. بتقدر سيدي بتقدر، ولك علي بعد ما خلص احلى عزيمه على الغداء تقدم شاورما. يا سيدي شو بقدر اخدمك؟ رح اخدمك بعيوني، لكن نسيت اي شغلك. خير شو في ادهى؟ لك الحجه موصيتني على كم غلط. ايه بسيطه، هلا انا بعد الشغله يجيب لك. ما رح يعرف يجيبهم، خلص انت سبقني وانا بعد ساعه بالحاك. يلا بخاطرك. يلا لحفوظ ضبط القصص كلياتها جوا، الحقيني ها؟ يلا جاي ما بتأخر. أدهم؟ أدهم! نزعت لك شغلك وليه؟ يا واطية أنتِ! لا! وليه؟ تعال هون! طول! تعال هون! طول! وينه؟ عم بتخونيني لك واطية! وما عم بيجي مع سهل! مع راشد! وينو راشد احكي؟ انا قاطي لك شو في؟ لك شباب شو عم تساوي؟ من غرفة نومي لك واطي. افهمني وافهم شو السيرة، لا تتسرع. لك شو بدي افهم؟ اللي شو بدي افهم بعد هذا المنظر؟ طالع من غرفة نومي بدك يعني افهم. خليني افهمك شو الموضوع. لا 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 ان شاء الله بعد النهاية. لك اسمع بس بدي لك شو عملت الله لا يوفقك. لك نحن اللي كنا محضرين لك مفاجأة أن مرتك حبلي أعلى ومن الفرحك. لك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، خربت كل شيء. الله لا يوفقك. خذوها خسرانة. سيدي أنا جاي أسلم حالي. ليش شو عامل لحتى تسلم حالك؟ سيدي شمطته سكين لعديلي ببطنه. ومات؟ لا سيدي، نقلته على الخستخاني. ما بعرف يا مات يا عايش. شحطه يلا! قوم اتحرك! قوم! شمطته قال قوم اتحرك! يا خرب بيتك! أنا الحق علي، أنا غلطت من الأول، ما لازم كنت وافقك على هالشي. شفتي شو صار؟ مرت عمي مشان الله ما تزيدي علي. ولك كيف بدي ما أزيد عليكي؟ ليكي صهرك صار بالأستخانة وجوزك بالحبس. لك أنا من أبدي أعرف إنه هيك حيصير؟ لك شلون من بدك تعرفيه؟
بدك شلون قليلي اذا جوزك شاف زلمه غريب ببيتك وهو ماله هون؟ خلصنا ام ادهم، حاجه تصب الزيت على النار شبه. ادعي انت بس لراشد يقوم بالسلامه كله بينحل لحاله، بعدين منين جبتي لي اياه انه زلمه غريب؟ عديله هاد عديله. يا رب يدخيلك الله يقومه بالسلامه يا رب يا رب. سيدي من بعد اذنك انا جاي لعندك مشان اصفط حقي عن عديل يده. بس هو اعترف انه ضربك بالسكين. بعرف انه ضربني بالسكين وانا مسامحه، وانا لو كنت محله كنت ضربته وساويت نفس اللي ساوه. ايوه وبركض ان طلعته من عندي من هون ورد ضربك بسكين تاني. لا سيدي لا، ما رح يضربني ولا رح يقرب مني، الله يوفق طلعه. انا مسامحه وانا متاكد انه ما عاد يقرب مني. ماشي روح طلعه لادهم. روح ولك روح طلع ادهم. حاضر سيدي. كتر خيرك سيدي كتر خيرك. لك كرمال الله بدي اياك تسامحني يا راشد، والله ما كان قصدي. مسامحك يا دهر مسامحك، وانا ما اكون محلك كنت عملت نفس الشيء. الله يجبر بخاطرك، والله العظيم شيطان لعب براسي. لك يا اخي ما تعرفت كمشت حالي انا. لا خلاص خلاص خلص تحكي فيها مشي الحال، انتهت القصه. هلا انت بتعمل حالك بتروح لعند بيتك واهلك وناسك وبتستنى ابنك اللي جاي. الله يخلي لي اياك. طيب امان شو بتعرف انا سرقتي لك سداش؟ لك ما بتقصير ما بتقصير على الاعدام، الله يخلي لي اياك يا رب. وصال سامحيني انا غلطت بحقك. قبل ما سامحك لازم تسمع مني الكلمتين. نحكي. انا اهلي ربوني كتير منيح وعلموني اني بعمري ما اعمل حرام لو على موتي. بعرف هذا الحكي بس يلعن الشيطان وسعته. لو بتعرف ما كنت عملت هيك وصار اللي صار. وصار اسمعيني كلمتين. صار اللي صار بس هلأ طالب منك بس تسامحيني. إذا مو مشاني مشان اللي بطنك يلي صرنا زمان عم نستنى. سامحي. يا هدى هدى. ايه يا عمو. ان شاء الله يكون طلع هالفستان منيح. ايه ان شاء الله. هاتي لنشوف. لك هذا مو لقلي الفستان. شكله مخربطه بينك وبين زبونه تاني. يبعت لحمه شو شكله مقلعط. ايه بس والله شكله هالفستان حلو، تعي لنشوفه. لك ايمي ايمي من خلقتي ما بدي اشوفه، طلع الدم لراسي. يا عمو في ورقه. ايه كبية كبية. طولي بالك بلكي بيطلع فيها شيء وبنعرف مين صاحبة الفستان. ما فشرت بعينا نودي لها اياه، خلي زبونة تعلق مع سمية الخياطة. يا مو بس هي شكلها رسالة غرام، خليني اقرا لك اياها. شو مكتوب فيها؟ حبيبتي الغالية، شفتي رسالة غرام؟ بعرف لساتك زعلانة مني لأني خطبت. شبكي ليش وقفتي؟ كملي كملي. لأني خطبت هدى بنت أبو جابر الفران. بس والله أنا خطبت، والله أنا خطبتها غصب عني وما بدي أتجوزها. بدي أتجوزك أنت لأني بحبك إلك وما بطيقها إلها، وبدي منك تصبري علي شوي حتى آخذ يلي بدي إياه من أبوها.
وبعدين اخلص منها واتجوزك. انتبهي على حالك وتذكري انا حبيتك ورح اضل حبك على طول. ايه بعت لحمة حبة برص بعشرة طرف ان شاء الله. انا بورجي لهذا الواطي، انا بورجي. شو بدك تعملين؟ بدي روح. لا تعال هون، وين رايحة؟ بدي روح لعند سمية الخياطة، بدي اعرف مين هي صاحبة الفستان وروح افضحها بين اهلها وكل الجيران تبعاتها، وبعدين بدي روح لعند هذا الواطي الخطيبي. ما بعرف شو كمان بدي اعمل، ما بعرف. لا تروحي يا جدبي، لا تروحي ولا تعملي شيء. لكن يا ما بدك يعني اسكت؟ ماني قدراني اسكت. لا لا تسكتي، انا ما عم اقول لك تسكتي. هلا بس يجي اخوكي وخطيبك بتطلعي هالورقه بتفرجي اياها للحيوان. ايه مشان ينكر. ما بيسترجي ينكر لانه اسمك موجود بالورقه. بس بدي اعرف مين هي المقوصه اللي خليته هيك يكرهني. الله لا يوفقها يا رب، الله لا يوفقها. ولك هي ما دخلها، خطيبك هو الواطي. الله لا يسامحه، كسر بخاطري، الله لا يسامحه. لك يا مين، اهلا وسهلا. أول ما بعتي لي خبر تركت الدنيا وإجيت لحتى أشوف شو اشتغلتي لي. ورجيني. أخذي شوفي وادعي لي. بس هاد مو فستاني. يا ريتو يبعت لي لهنا إن شاء الله. شكلي خربطت بين كيسك وكيس أم جابر. يعني فستاني عند أم جابر؟ إي نعم، وبدك تروحي لعند. شو روح؟ لوين بدي روح؟ لك روح اخذي فستانك واعطيها فستانة. وما تروحي انت تجيبي لي الفستان. لا دخيلك بلا ما اروح لعنده وتسمعني كم كلمه. يعني انا اسمعك معلي يعني؟ الله يرضى عليك يا جميله. لك روحي لعنده اعطيها هالفستان وخذي فستانه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل سيدي. كيفك برد عمو؟ احسن بكثير، الناس قليله اصل وقليله مبدا. حرمي برا عن بعدت الخياطة جايبة الكيس تبعكم لتاخد كيسها. ايه اجت بوقتها، خليها تفوت اخي، خليها تفوت. تفضلي اختي، تفضلي. فوتي. هذا انت؟ خالتي الخياطة سمية خربطت بالكياس وعطتكم فستاني وانا جاي اخذه لانه في خربطه. ايه منيح اللي صارت هالخربطه والله لحتى نعرف مين هو صهرنا. ايه ومنيح انك اجيتي لانه في كلمتين بدنا نحكيهم معك انت وعشيقك. ولك شو هالحكي هاد؟ انت اسكت. لك فهمونا شو القصه؟ تفضل ابن عمي اقرا هالورقه بتعرف كل شيء. شو هذا يا حمدي؟ عم تغضرب بنتي؟ ولك يا واطي يا الاصل، انت اللي جبرتني اعمل هذا الشيء لانك سرقت ابي. ابوك ما له عندي شيء. بلا، كان له عندك وانت سرقته يا حرامي. ولك خلاص ولك انا اول ما لك ما بطلع يا اختي لا تفتح هون هلا ما راح طلعت بوص السرمان يا ولد وانا بوتك هذا الحكي مو مزبوط انه يعني انت ما ضربته بالخنجر وكنت بدك تقتله؟ لا سيدي انا ضربته بايدي. كذاب سيدي كذاب، سحب علي الخنجر وكان بده يقتلني. لك عاشتك كذب ولوفك يا ولا عاش سيدي. وانا بدي اشتكي على ابو جابر كمان. ليش بدك تشتكي عليه؟ سرق مصرياته لعدي. في عندك شيء اثبت هذا الشيء؟ لا، بس ابي قبل ما يموت ما عندي. الله يرحمه ربت ولا لا؟ ما عندي مات ولا ما مات، معك حجه؟ مسكين كان واثق فيه بس هو سرقه. لك ست حلاك وخلاص ولا؟ شو يا قبضاي؟ عامل قبضاي عندي هون بالكراكون؟ زين شحطه لشوف. امرك سيدي. سيدنا لازم تاخذوا حمدي معه كمان. ليش بقى؟ انا بدي اشتكي عليه سيدي. مشان شو بدك تشتكي عليه؟ سرق من بيتي 10 ليرات ذهب سيدنا. الله وكيلك يا سيدي، ما بعرف هي القصه كلياتها، هذا عم يشتري علي الله وكيلك. سيدي ابني جابر شافه هو عم يسرقهم من اوضه ضيوف
ولهيك ضربوه. وانا الله وكيلك ما بعرف شيء عن السيره، بتبعدته عنه وخليته يروح بدون ما اخذ الذهبات مشان يخلص حاله. يا سيدنا قام قالكم انه ابني ضربوه، ليش؟ لانه ما بده يطلع بنتي. مزبوط سيدي، مزبوط هذا الكلام. لا سيدي مو مزبوط، مو مزبوط ابنه. اسكت عسكري. حاضر سيدي. مش حاط لي اياه على الفلقة لشو بده يعترف ولا ما راح يعترف؟ مو سيدك سيدي، مو سيدك الا الفلقة. سيدنا انا مستعد سقط حقي عنه اذا بيسقط حقه عن ابني وبيطلع بنتي كمان. شو؟ شو؟ موافق سيدي. موافق. موافق؟ توب يا حسين. أمرك سيدي. بعد اعترافات الطرفين تم إلغاء الشكوى بسبب تراضي الطرفين. قبل ما تضب أغراضك بدي ورجيك هالورقة. هاي الورقة بتثبت إنه أبوك تنازل لي عن حصته بالأرض اللي كنا شركاء فيها، يعني ما إله حق عندي. لكن ليش كان دائما قبل ما يموت يقول إنه إله حق عندك؟ أبوك بآخر أيامه صار ينسى ويخبص كتير، وياما ياما رجعوه من الحارات مضيع ومو عرفان يرجع على البيت. بالآخر ما عاد تذكر حدا مننا، وظلت هالأرض عقله نفسه فيها، اتضايق على مصاري واضطر انه يبيعني حصته. انا ما كنت موجود، بس الله هو الشاهد على هذا الكلام. ونعم بالله، هي اغراضك والله معك. يا الله يا الله. دخيلك يا اخي ببوس ايديك لوين اخذينهم؟ شو نصة؟ هيك اجتنا الاوامر، جيبهم. بعد عنه، جيبهم. بعد عنه، جيبهم. يلا جيبهم. بعد عنه، عمل لك تيتو. تعي لهون، قلنا لك هيك اجتنا الاوامر. يا وين اخذتهم؟ هيك اجتنا الاوامر. خلص خلص، بعد الاوامر. هيك اجتنا الاوامر. دخيلك يا سيدي تساعدني. دخيلك شو صاير معك يا اختي؟ اجوا جماعة من الحكمدارية وسحبوا اخواتي. معناتها انت بنت ابو حدو؟ ايه يا سيدي، مشان الله تساعدني. والله يا اختي ما راح اقدر ساعدك، لانه الشكوى ما اجت لعندي، راحت على الحكمدارية. ومين يلي مشتكي يا سيدي؟ مين؟ عمك ابو سعدو. عمي؟ بعدين مهما حاولتي تعملي ما راح تقدري تعملي شيء، لأنه عمك هو اللي وصي على البلاد. طيب يا سيدي شلون بدها تصير الوصاية بإيدي؟ اتفقي أنت وعمك، بركي بينقل الوصاية إليك. طيب ولبين ما يصير هالشيء أنا شلون بدي أشوف إخواتي وأطمن عليهم؟ طمني يا أختي طمني، أنا راح ساعدك تشوفي. كتر خيرك يا سيدي. الله معك يا أختي. ما رح عاتبك على الشيء اللي عملته فيني وباخواتي، لان بعرف ما رح ياثر عليك، بس بدي ذكرك يا عمي انه ابي وصاك فينا قبل ما يموت. لانه ابوك وصاني فيكم قبل ما يموت الله يرحمه، عملت الشيء اللي عملته، وانت لازم اول وحده تشكريني لاني خلصتك من هم اخواتي. ومين قال لك اني انا متضايقه من اخواتي؟ مين؟ بدون ما حدا يقول لي. انا بعرف انه تحملتي فوق طاقتك لحتى تربي اخواتك، بس للأسف ما شبعتيهم الخبز. مو مزبوط هاد الحكي، أنا مهتمة بإخواتي كتير، وشو ما بيعتازوا وشو ما بيطلبوا بجبلون. بس الأحسن تقول يا عمي إنك أنت ساويت يلي ساويته، لأن أهل الحارة بخشوا بدنك لما مرض أخي، ما شافوني وأنا عم أتدين حق الأكل والدواء وكل البيت، وأنت قاعد ولا كأنه منيربك بشي. سدي حدك ولا إيه؟ أنا ما طلبت منك مصاري ولا طلبت تساعدني بتربايتهم، لك ليش لحتى تروح تشتكي علي وتخليهم يشلحوني ياهم؟ ليش؟ هذا الشيء عملته لمصلحتهم؟ لمصلحتهم يعيشوا من دون أختهم، وهن بالأصل عايشين من دون أم وأم.
هلا قولي لي شو بدك؟ بدي تنقل الوصاية لإلي. فشلتي، ما بسمح لحدا يكون وصي عليهم غيري أنا. بس بتسمح ياخذوهم يلحشوهم بإلنا ما بنعرف مين فيها؟ لك على الأقل مطمئن إنه هن دفيانين وشبعانين. لك أنا ما بدي اسمعك عم تحكي بالسيرة بنوب، خلاص. يعني ما رح تنقل الوصاية لإلي؟ لا ما رح انقلها. يلا ندعي. مغضوبة، يلا مغضوبة من أمك، يلا يلا. ما بعلي إلا مغاضيب. وهاد كل شي صار اليوم يا خانو. والله يا بنتي مشكلتك كتير كبيرة يعني، ومو سهل أبداً تنحل. يا مو بس نحنا لازم نساعدها ونحلها. وشو بيطلع بإيدنا نحنا يا مو؟ إذا عمها بذات نفسه ما عم يعطيها الوصاية؟ مظبوط، بس لازم نحلل الموضوع. والله أنا شايفة إنه عمها معه حق، لأنه يعني قد من كانت اعتدال أم وقادرة وبتصرف عليهم وبتدللهم، بس صعب ابني، صعب إن تكون بنفس الوقت أم وأب. بس أنا ما عم قصر معهم منوب يا خانو. لو كان هيك حبيبتي ما كانوا أخذوهم منك لما أجوا لعندك على البيت لحتى يشوفوا كيف عايشين معك. إذا ما بدك تساعديني لا تساعديني، بس لا تهينيني وتقللي من تعبي معهم كل هالسنين. من لما كان عمري 10 سنين وأنا عم أشتغل ببيوت الناس مشان أصرف على أخواتي وربيهم، كنت لقيلهم أم وأب وأخت لحتى يجوا هلا ويشلحوني ياهم. عيني حاجة تسقي وتنقي وكأنك أمهم يعني، واللي عملتيه ما حدا عمله بالدنيا حاجة بقى. يا مولاك صرت بخاطرة ليش؟ عزو طوشتني خلاص، تعبتوني خلاص. اعتدال اعتدال. اعتدال اعتدال. مشان الله تتركني يا عزة، مو ناقصني. والله ما بتركك لو بدي موت. انت بس وثقي فيني وانا رح حلك القصه كلياتها. اسمعيني، روحي على البيت وانا بلحقك، ماشي؟ وثقي فيني هالمره بخاطرك. ساعدوك سعدو، بدي أعرض عليك عرضه، إذا وافقت بعطيك هلا 20 ذهبة وعلى الحارك. 20 ذهبة؟ إيه. وعلى الحارك؟ إيه. شو هو العرض؟ العرض إنك تتنازل عن رعاية أولاد أخوك لاعتدال. شو قلت؟ موافق. امشي معي الكركم. امشي. شريف. حضرة اليوز باشي بدي انقر وصاية اولاد اخي لاخته الاعتدال. ايه بصير عمي بصير، وفيكم من بكره تبدوا بالمعامله اذا حبيتوا. وامتى فيني اخذ اخواتي يا سيدي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ما فيكم تاخذوهم هلا. ليش ما فيها اذا الوصايه صارت معها؟ يا اخي لازم تكون متجوزه وعندها دخل مشان تقدر تصرف على الاولاد، هيك القوانين. معه حق. طالما معنا حق فيكم تمشوا عمي. تفضل. تفضلي. يعطيكم العافية. اهلا. تأمرني شيء؟ لا سلامتك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. على جستي ما بخليك تتجوز اعتدال. لك ليش يا مو؟ ليش؟ لأنها خدامة ومو مستوانا منوب. يا مو بس أنا بحبها. حبك برص يا أمي. سكر على السيرة ولا تخليني فك جناني عليك. عزو بوس إيدك يا مو، بوس إيدك وفي عليها، لأنه ما بدي أتجوزها بدون رضاكي. قسما بالله العلي العظيم إذا بتتجوز هالصانعة إني لأتبرى منك ليوم الدين. يا مو. وأحرمك من الورثة وزدتك بالشارع. كنت عارفانة ومتأكدة إنه أمك ما رح تقبل تجوزنا. كنت عارفانة إني رح وافقها؟ أكيد، لأنه هي أمك وما رح تزعلها مشاني.
لان في 100 وحده بتتمنى تتجوزك. لك دلال، انا ما بدي غيرك وما حبيت غيرك، عم تفهمي؟ حب لحاله ما بكفي، وخص نص امك. مزبوط، بس انت ما بتعرفي انه امي حلفت يمين اذا بتجوزك. انا ما بدي تبرر، ما في لزوم تبرر. انا ما عم برر، انت ما بتعرفي انه انا جاي لهون ما معي ولا قرش وما عندي اهل كمان. اعتدال، تتجوزيني؟ انت مالك مضطر تزعل امك وتخسر بلا كل شيء لتساعدني. مضطر، بلا مضطر، مضطر لاني بحبك. وانا بحبك كثير، بس انا ما بدي تزعل امك. انت ما تاكلي هم امي، امي طيبه كثير وانا بعرف براضيها. انت جاهزي حالك هلا رح روح جيب الشيخ مشان نكتب كتابنا، ماشي؟ رجع من مطرح ما جيت، يلا انقلع. يا مو، ماني رايح لتشوفي هدول الاولاد شو بدهم منك. مين هدول؟ نحن جايين نتشكرك لانك رجعتينا على بيتنا من اول ما اخذونا لا اكلنا ولا شربنا. يا مو، انا جبت لك هدول الاولاد مشان تعرفي قديش هن كانوا محتاجين مساعدتنا. بس انت مو مشانهم كتبت كتابك على اختهم. مزبوط يا مو، انا بحب اختهم، بس قسما بالله ما كان بدي اتجوزها لو ما كرمال الاولاد، وكتبت كتابي عليها بسرعه. وما سالت عني ولا عن حلفاني؟ شلون يا مو ما سالت عنك؟ لو ما سالت عنك كنت سويت عرس، سمعوا فيه كل الحارات. بس انا ما فيني اتجوز، لا توافقي انت. لك والله ما عم تنبلع معي، ما عم تنبلع معي انك تتجوز خدامتي، ما عم تزبط. يا مو، اعتدال اشتغلت خدامي كرمال اخواتها. حتى ولو هاي البنت، والله العظيم يا مو، لو ماني متجوزها ما بتجوز غيرها وما بتشوفي ولادي ابدا. يا مو، كرمال الله وافي وخلي فرحتي تكمل، كرمال الله. امري لله. اعتدال تعالي. شلونك مرت عمي؟ الله يرضى عليكي. يا مو، طالما هيك القلوب تصافت، شو رايك نساوي العرس الخميس الجاي؟ والحلفان لك امي؟ خلص يا مو، انا بدفعه، فوتي هلا، فوتي يلا. فوتوا فوتوا يا اولاد.